من ظهيرة هذا اليوم. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد. شوطنا الثلاثون هو شوط الختام، خصص للقعدان الحقائق. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط مع انطلاق شوط الختام. هنا نذهب إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، إلى المركز الأول، من يسيطر نشوان. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسعيد بن سالم بن متفيق الكتبي، من يقدم لنا نشوان مع البداية الأولى ومع الصدارة. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني وإلى شاهين علي بن محمد بن سليم الوهيبي، من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني. ثالث المراكز، الواصل واصل وصل الواصل، راشد بن عبد الله بن أحمد المزروعي، من يقدم لنا واصل مع المركز الثالث. النقلة مباشرة مع المركز الرابع، مزعج مانع بن سعيد بن راشد المنصوري، من يقدم لنا مزعج مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس المراكز، من ياتي وينطلق مبلش. تعود الملكية لعابد بن عيسى بن مطر الفلاحي، من يقدم لنا مشاهدينا الكرام في هذا المسار، وياتي بهذا الانطلاق بمبلش مع المركز الخامس. المركز السادس، وصول جديد هنا من قبل مقدام محمد بن سالم بن سهيل بن خضاره العامري، من يقدم لنا مقدام مع المركز السادس. المركز السابع، الواصل والمتقدم شايم ناصر بن سعيد بن راشد السعدي، يقدم لنا هذا الاسم. ثامن المراكز، من الجانب الاخر، ممدوح حميد بن قنوب بن مسلم بن حمرور العامري، من يقدم لنا هذا الاسم. ولكن من اللي غير هنا وانطلق بمسار هنا ممتاز؟ مرفوق. تعود الملكية لعيد بن الصغير بن كنون بن إراده الكتبي. أما اللي في المركز العاشر، وياتينا مشعل محمد بن مطر بن مطوع الكتبي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، هكذا شوط الختام. يا ترى من سيسدل الستار لهذه الفترة الصباحية؟ نعود مع البداية، نعود إلى مقدمة الشوط. واصل يواصل مسيرته من أجل الفوز والناموس. راشد بن عبد الله بن أحمد المزروعي مسيطر بكل قوة بكل جدارة، هو على الصدارة. شاهين مع المركز الثاني. تعود الملكية علي بن محمد بن سليم الوهيبي، المركز الثالث. من ياتي مشاهدينا الكرام؟ مقدام محمد بن سالم بن سهيل بن خضاره العامري، ولكن الواصل هنا مقدام وصل بن خضار يتقدم. ولكن وين الكيلو الاخير؟ وين الكيلو الاخير؟ وصل واصل مع الكيلو الاخير، مع الكيلو متر الاخير. روح اللي بينطلق هناك، واصل يرقص الى مقدمه الشوط، الى ناموس هذا الفوز. المزروعي راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي، يا سلام. هناك المركز الثاني ينطلق مشاهدينا الكرام ويتقدم بهذا المسار، يتقدم بهذا الاداء. هنا يتقدم ويصل في هذه اللحظات. ياتي مقدام محمد بن سالم بن سهيل بن خضاره العامري، ولكن يشوف شيء، ارى شيء هنا. الواصل وتقدم في هذه اللحظات. مرفوق عيد بن الصغير من كنور الكتبي قادم بكل قوة، ويا سلام. قياس عبد الله بن سعيد بن محمد اليحابي، ما يبنى على الطاري إلا مع هذا الموقع، يا سلام. واصل واصل ومياس، سلالة مياس يا لحافي، أشكرك يا لحافي. هنا من يقدم لنا هذا الانطلاق والمسار؟ من يقدم؟ عبد الله بن سعيد بن محمد لحافي، غادر بالفوز، غادر بالناموس، بالانتصار. سلام السلطان، سلام، سلام على الإبداع، سلام، سلام مياس، سلام. مشكور يا لحافي، سعد الله صباحك، شوف الإبداع يا لحافي، أشكرك يا لحافي. والتهاني والسلام لمالك مشاهدي الكرام. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من وصل مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام؟ ثاني المراكز، وصل هنا مرفوق عيد بن صيب كانوا بن إراد الكتبي. المركز الثالث كان من نصيبه مشاهدينا الكرام، المركز الثالث مقدام محمد بن سالم بن سهيل الخضار العامري. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام،
شاهين علي بن محمد بن سليم الوهيبي المركز الخامس كان من نصيبه مشاهدي الكرام، واصرك عبد الله بن احمد المزروعي. هكذا النتيجه، هكذا مياس مشاهدي الكرام، تهانينا والناموس لمالك مياس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا واهالي الازعه ومن ينالون شرف الناموس. اشكرك يا حافي على هذا الفوز والانتصار، وننتظر التوقيت الزمني وانتظار وصول مياس مع النهايه الممتازه الذي قدمها مياس. التوقيت الزمني 5 دقائق 55 ثانية. 7 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك مياس على هذا الفوز والانتصار مع التيارات الهوائيه. بالفعل اشكرك يا حافي من قدم لنا مياس عبد الله بن سعيد بن محمد حافي المركز الثاني. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 5 دقائق 56 ثانية، 8 من الاجزاء. نوصل مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام اللي هو هناك مرفوق عيد بن سعيد بن كنون من الاراضي الاكتبي. المركز الثالث كان من نصيبه مشاهدينا الكرام مقدام محمد بن سالم بن سيبه خضار العامري، قطع المسافه في زمن وقدره 5 دقائق 58 ثانية. 9 من الاجزاء. هكذا كانت النتيجه، ولكن التهنئه لمالك مياس على هذا الفوز والانتصار. عبد الله بن سعيد بن محمد الحافي، تهانينا والناموس.